تعالي حضرتك النهارده على الاستفتاء ناخد بس تصريح من حضرتك. صباح الخير. احنا اخبار اليوم؟ حضرتك النهارده نازله علم مصر؟ طبعا طبعا، اغلى حاجه عندنا علم مصر. ان شاء الله حضرتك هتصوتي طبعا بنعم. نعم، اهلا بيك. مشاركه حضرتك النهارده بتقولي من خلالها ايه للشعب المصري؟ بقول النهارده لاعظم شعب في العالم، انه احب افتكر كلام شاعر النيل العظيم ابراهيم حافظ ابراهيم لما قال انه مصر تتحدث عن نفسها. النهارده مصر بتتحدث عن نفسها. النهارده كل الملايين اللي بنشوفهم متدفقين من الساعه 7 الصبح ومنتظرين اللجان تفتح علشان يقولوا نعم للدستور، وعلشان يقولوا ان احنا بنحمي، بنعمل الدستور، بنحمي امن مصر القومي، بنحمي، بنكرس سياده الشعب المصري على ارضه وعلى ترابه، بنحمي تراب هذا الوطن، بنحدد طريقنا وبناكده بصرف النظر عن اي حد تاني، وهنمشي في هذا الطريق رغم كيد الكارهين والحاقدين والماكرين والخائنين، لانه مصر عرفت طريقها وعرفت هدفها، والمصريين عرفوا قيمة هذا البلد وعظمته. إن شاء الله هينهض مصر، ودي أول خطوة على الطريق. لو هتوجهي رسالتين، واحدة للعالم اللي بيشوف مصر النهاردة تقولي له إيه، والرسالة الثانية اللي لو حبيت توجهها لفريق السيسي النهاردة تقولي له إيه؟ أقول للعالم الخارجي اتفرج على الشعب المصري زي ما شفته يوم 30 يونيو ويوم 3 يوليو ويوم 26 يوليو. عبقرية هذا الشعب المارد الذي ينتفض بكل قوته لما يحس انه بلده وارضه وترابه وهويته بتتعرض لخطر. هو ده الشعب المصري وطبيعته اللي للاسف الغرب مش قادر يفهمها على مدى تاريخ امتد 7000 سنه. استطاع فيه الشعب المصري انه هو يتغلب على كل انواع الغزو والاحتلال والاستعمار. المرة دي كان طبعا الخطر من الداخل يدعمه أيضا الخارج، ولكن الشعب المصري اليوم النهاردة كعدته بيثبت للعالم كله أنه عصي وعفي ولن يستطيع أحد قهره مهما كانت قوته. والرسالة الثانية للفريق السيسي؟ الفريق السيسي مدعو لربنا أنه يحفظه ويحميه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى هيئه لهذا البلد في الوقت المناسب، وإن شاء الله هيلقى من الشعب كل الدعم. ونرجو أن هو يستجيب لمطالب الشعب بأن يقود هذا البلد نحو تحقيق أهدافه. النهاردة اللي بيقول نعم للدستور مش بيقول نعم لحقوقه فقط، لكن بيقول نعم أيضا لواجباته. احنا محتاجين في مصر ان احنا من النهاردة، اعتقد ان كل الناس في الثلاث سنين اللي فات دول عرفنا قيمة هذا البلد وعظمته وإمكانياته، واعتقد ان احنا علينا جميعا ان نعمل، وعلينا ان احنا نبني بلدنا بالعلم وبالعمل، لانه العالم ده لا يحترم الا القوي، والقوه تاتي بكعدتك وخدي اولادك. النهارده قدام المحكمه بعد الانفجار المراه المصريه كانت واقفه ومعاها اولادها ومعاها اطفال وبتسقف وبتزغرط وبتهتف لمصر وبتهتف ضد اللي فجروا المحكمه، وانهم مش ممكن يخوفوا اي مصري. مصري وطني شريف ابدا لا يمكن انه يخاف او يخشى من كل هذا. النهارده احنا ادينا يعني مثال تاني مشرف، واعتقد ان كل مصري شريف النهارده يفخر جدا بانه وطني ويرفع راسه. تعتقد سياده الوزير؟